يعني بعد المحاضرة الجميلة بتاع دكتور خالد هنقول بقى كلام طف شوية. أولا بشكر الدكتور خالد والدكتورة منار والمجموعة المنظمة على المجهود الجميل اللي هما بيعملوه كل خميس دوت. فيعني يا رب يكون في ميزان حسناتهم ويتقبل منا كلنا الأعمال دي. أنا هقول انترودكشن للكلام اللي هناخده غالبا في اليومين الجايين دول. كلام خفيف بسرعة وهناخد بقى الكلام الاندبس مع أساتذتنا الدكتورة هالة والدكتور أحمد والدكتورة ريحاب. الـ aim of this lecture إن احنا نفرق بين different sources of knowledge. إن احنا ندفين what is research and what is the scientific method of thinking and to know how to select a topic for research. نبدأ الأول بنقول الـ aim of any research, أي research احنا بنعمله الـ aim بتاعه is to obtain knowledge. This knowledge will answer a scientific question. This question is raised due to a knowledge gap. يبقى بيبقى عندنا knowledge gap, حاجة مش عارفينها, نبدأ نتساءل حواليها. على هذا التساؤل بنبدأ نعمل research, بنحصل في النهاية على knowledge أو answer لquestion اللي أنا بدأت بيه. أي research بنقراه أو any good research هنلاقيه إن هو بيبدأ بإجابة على سؤال, بيحاول يجاوب على سؤال واحد, ولكن في أثناء الريسيرش بتاعنا بتطلع أسئلة كتير بتبقى محتاجة إن احنا نجاوب عليها وبتبقى محل أبحاث أخرى. فدايما a good research usually answers one question and raises new questions for further research. القصة دي بنسميها الريسيرش سايكل, إن أنا بيبقى عندي knowledge gap, تعمل لي research question, أبدأ أعمل ليها research, أحصل على knowledge وفي نفس الوقت new questions, تعمل لي نيو نوليدج جاب وابدا اكمل السايكل مره ثانيه. طول ما السايكل دي شغاله انا المنتج بتاعي هو نيو نوليدج وبتتراكم النوليدج بتاعتي. هل في طرق اخرى ان انا بحصل بيها على اجابه هذه الاسئله غير الساينتفك ريسيرش؟ في, انا ممكن اجاوب باللوجيك المنطق, ممكن بالانتويشن الحدث او الظن, ممكن بالبيرسونال اكسبيرينس, ممكن بالتراديشنز, ممكن بالاثوريتي احصل على معلومات رسميه, وممكن اعمل الساينتفك ريسيرش. نعرف بسرعه الحاجات دي كلها بنسميها السورسز اوف نوليدج. ناخد كل حاجه منها بسرعه كده معناها ايه. اللوجيك البديهيات او المنطق ان انا بجاوب اي سؤال باي ريزمنج, بالبرهان بالدليل او بالبديهه. مثلا اما اقول از اسامه مورتال, ده سؤال هقول all human beings are mortal, اسامه is a human being, therefore أسامة is mortal. ده منطق ما يختلفش عليه اثنين, والبديهيات أو اللوجيك مقبولة إن أنا أجاوب بيها. الحاجة الثانية الانتويشن, الحدث أو الظن أو الترجيح, إن أنا حاسس إن هي كده بس ما عنديش البرهان. Answer is based on feeling rather than reasoning. مثلا I feel it's true but I cannot give a reason. هل أنا ممكن أتقبل الانتويشن as a source of knowledge؟ لا, للأسف ده اللي إحنا بنشوفه كتير قوي من اساتذتنا. يبقى انا بعمل الطريقه دي, طب الطريقه دي هل دي كويسه؟ هي كويسه. هل في حد قال الكلام ده او عمل عليه دراسه؟ ما فيش, انما هي كده وخلاص, هي كده وخلاص. از نوت اكسبتد, الظن او الترجيح از نوت اكسبتد, وده ماشي مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم, اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث. الظن هو القول بدون برهان. البيرسونال اكسبيرينس, البيرسونال اكسبيرينس is important as a source of knowledge, لان حتى في الجراحين بالذات احنا بنتعامل بطريقه البير ليرنينج, ان انا بتعلم من القسطه بتاعي. فالاكسبرس اوبينيون از فيري اوبينيون از فيري امبورتنت, وبنلاقي في سيكشنز في الجورنالز على الاكسبرت اوبينيونز. هاويفر ما باخدش الاكسبرت اوبينيون از ان ابسوليوت تروث او ابسوليوت سورس اوف نوليدج. ليه؟ لان البيرسونال اكسبيرينس ار ليميتد. We may be mistaken in our observations. We may be also biased. ممكن إنسان يبقى منحاز لحاجة معينة فبيقول رأيه بناء على انحيازه. Example اللي كده مثلا مشهور قوي في تخصصي بالذات واحد اسمه مايكل بورمان, ده كان الأب الروحي بتاع المناظير. الراجل ده كان كلامه مصدق, قال في سنة 43 Ankle joint is not for arthroscopy, وقال الستيتمنت دي. على أساس هذه الستيتمنت قعدوا 30 سنة ما حدش بيحاول يجي جنب المفصل ده, لحد ما ابتدوا يحاولوا يعملوا ريسيرش وترايلز ويحسنوا. في سنة 2010 جي فان دايك قال فيه أكتر من 55 indication for ankle arthroscopy,
برضه ما خدش كلام نيكولاس فان دايك از ابسوليوت تروث ممكن يبقوا 56 57 58. التراديشنز معناها adoption of some advices and approaches to handle a specific problem. مشكلة التراديشنز ان هي difficult to change ومتحاول ان انت تقنع البابليك بيها بيبقى صعب قوي. وفي اكزامبل مشهور قوي بالنسبة لنا في ميل سيركمسيجن ومحاولة اقناع الناس بتغيير العادة دي كان صعب جدا. الاثوريتي اللي هو الكلام الرسمي ان انا باخد المعلومات او بستقيها من مؤسسات او هيئات بدون ما اكون عملت عليها دراسة واعتبرها برضو absolute truth. وللأسف official authorities has great influence on public. وبرضو the public has tendency to accept some authority opinions as facts. غالبا the authorities مش honest all the time. في بعض الأحيان بتبقى biased أو في كثير من الأحيان بتبقى biased. ومثال الشهير على كده الأخ جاليليو اللي تحاسب أو اتهم بالهرطقة أو الهيريساي بالتشيرش لما ادعى ان الارض راوندد وهم كانوا بيقنعوا الناس ان الارض فلات. برضو في حاجة حديثة الموضوع السواين فلو والبروباجندا اللي حصلت حواليها والسواين فاكسين والسواين فلو فاكسين واللي حصل، هل يعني كان الكلام فعلا ريال ولا كان كلام رسمي ليه اغراض اخرى. So the most reliable method to obtain knowledge and to evaluate knowledge is scientific research. لو حبينا بقى نحط تعريف للساينتيفيك ريسيرش هنقول in the simplest way it's a group of steps done in order to obtain new knowledge that will fill a knowledge gap. دي النوليدج تشين، عندي جاب في النص اعمل ريسيرش يفيل this gap. Any research should pass in pathway، بنسمي الباثوي ده a research process. في 8 steps او basic steps for research process، دول هما محور المؤتمر في اليومين الجايين. اول حاجة ان انت تختار موضوع to select a topic. تاني حاجة to review existing relevant literature، تبدأ تقرأ حوالين الموضوع. تالت حاجة to develop a hypothesis or research question، فرضية بتاعتك هتحطها. بعد كده to determine the appropriate methodology and research design، هتبدأ تبحث الطريقة بتاعتك ازاي وبتحددها، تبقى prospective ولا retrospective ولا هتعمل comparative ولا case control، والكلام ده هنعرفه في خلال اليومين. To collect relevant data، تبدأ تجمع المعلومات سواء بquestionnaires أو سواء بscores أو whatever. وبعد كده بتعمل analysis and interpretation for the results. وبعد كده to present the results in appropriate form. لحد هنا دورك ما انتهاش كباحث. You have to publish what you have got from your result. فآخر حاجة to write a scientific paper من الكلام اللي انت عملته. ده محور الدورة او اليومين اللي احنا هنتكلم فيهم. الجزء اللي هتكلم فيه بس في عجالة بسيطة عشان ندي الفرصة بقى للكلام بتاع اساتذتنا، اللي هو how to select a topic. دي بتبقى مشكلة كتيرة لناس كتير في الذات لما يسجلوا ماجستير او يكتبوا بحث مش عارف يختار اني موضوع. ده اللي انا هتكلم عنه. To choose your topic، في بعض الفاكتورز بنحطها في الاعتبار وانت بتشوز التوبيك بتاعك for research. Number one، it should be original او novel. فالoriginality and novelty is very important in your choice. معناها ايه original؟ يعني معناها ان انت هتضيف حاجة بالبحث بتاعك to our knowledge pyramid، ان انت هتضيف حاجة جديدة. Sometimes the topic بتلاقيه مكرر، يعني انا بتكلم عن حاجة الناس اتكلموا عنها. But when you do your research you have to add something. بمعنى ايه مثلا؟ مثلا الدبل باندل انتيريو كوريشيت ليجامنت ريكونستراكشن، لما تدور على الباب ميت كده هتلاقي 282 بحث على نفس التايتل، ولكن كل بحث من دول لو بصيت في التفاصيل هتلاقيه ليه باثواي وليه ريسيرش جول وليه هدف وبيربس مختلف عن التاني. يعني مثلا ده بروسبكتيف اناليسيس اوف فيلير ريت اند بريدكتورز اوف فيلير، بيتكلم عن الفيلير بتاع الانتيريو كروشيت ليجامنت ريكونستراكشن. ده بيتكلم عن الدبل باندل بون باتيلر على نوع الجرافت. ده بيتكلم عن اللاترال كورتيكال بريتشنج ديورنج انتيريو على حاجه من البيوميكانيكال اناليسيس بتاعها. ده بيتكلم على الكلينيكال ريزلتس بتاع التكنيك اوف دبل باند ريكونستراكشن. فرغم ان الموضوع او التايتل واحد، انت ممكن من التايتل ده تخرج الاف الابحاث وما يبقاش في دبليكيشن. الدبليكيشن مسموح به في حدود معينه، مثلا في بعض البايلوت ستاديز. البايلوت ستاديز اللي هي ستادي
done for the first time, حاجة new تكنيك اتعمل أو حاجة اتعملت لأول مرة. Sometimes it's allowed in to duplicate or to reproduce the same research عشان to confirm the results. واحد قال أنا عملت حاجة والحاجة دي عملتها بالطريقة الفلانية وبالطريقة الفلانية جابت نتائج هايلة. هل ناخد كلامه كده؟ لا، بيجي واحد تاني يمشي على نفس المنوال اللي عمله الأخ الأولاني ويشوف هل النتائج واحدة ولا لا. عملية الدبليكيشن of البايلوت ستاديز أو النيولي انتروديوست ميثودز دي مهمة جدا for confirmation of the results. تاني حاجة في الشروط أو في الفاكتورز اللي انت بتختار بها الموضوع is the significance of the topic. كلنا عايزين أما بنيجي واحد نقول انت هتتكلم في البحث العلمي هو متخيل ان يعني لازم يعمل الواو كده ريسيرش اللي هي حاجة محدش يعني باحث بقى هيلبس نظارة كعب كوباية وهيطلع الحاجة اللي هي الجد، مع ان انت تقدر تبقى باحث وتعمل يعني ريسيرش كويس قوي من شغلك، بتقابلك مشاكل بتحاول تحل المشكلة دي. فالسيجنيفيكانس بنحسبها بالجريز جريب اللي هو بتاع جريز اناتومي، ده اللي هو جريز فيرست لو اوف ريسيرش، ان السيجنيفيكانس اوف اني ريسيرش بتساوي السيجنيفيكانس اوف ذا بروبلم باي ذا سيجنيفيكانس اوف سوليوشن. كل ما كانت المشكله اللي انت بتتصدى لها مشكله فعلا الناس حاسه بيها، ده هيدي امبورتانس تو ذا ريسيرش. كل ما يكون الحل اللي انت بتقدمه السيجنيفيكانت وافيشنت، ده هيدي افكتيفنس تو ذا ريسيرش اللي انت بتعمله. مشكلتنا بقى احنا ايه كباحثين او التصور العام، ان انا ببقى مايندد اكتر بالسوليوشن ما بفكرش في البروبلم. تلاقي واحد يعمل طريقه بالمنظار اللي مش عارف ايه حاجه كده معقده جدا، طب هي ايه فين المشكله؟ علشان اللي انت عمال بالكالك عامل بروسيدور صعب جدا وعمال بتعمل استادي على بروسيدور صعب جدا والمشكله تافهه، يعني مش محتاجه ده كله يعني. تالت حاجة في الفاكتورز it should be interesting to you. مش هينفع تختار موضوع you are not convinced be، فمش هتالي مش هتقدر to convince anybody be. ودي ممكن تكون مشكلة في بعض رسائل الماجستير والدكتوراه، بيفرض عليك موضوع معين، بس من حقك طبعا ان انت تختار الموضوع، او لو انت هتبقى بارت من التيم لازم تبقى يعني معاك سوبرفايزورز، واحد من السوبرفايزورز اختار لك موضوع لازم اتليست تبقى حابب الموضوع عشان تعرف تشارك فيه. يعني ما تاخدش حاجة كده تكلف بيها اعمل دي وخلاص علشان هو عايز يترقى بيبر او حاجة. وفي طبعا ماكسيم جوركي ده واحد من الكتاب بيقول when work is a pleasure life is joy, when work is duty life is slavery. رابع حاجة فيزيبول ان هو يعني قابل للتطبيق او تقدر تعمله او ممكن في امكانية ان انت تنفذه يعني without undue amount of time, money or effort. بعض الناس بتختار topics too broad فيها items كتيرة جدا عايز يدرسها، وبالتالي يلاقي مية عنده variables كتير قوي يجي يطلع الداتا بعد كده هتبقى صعبة كلها non-significant او مش عارف ان هو يطلع الداتا بتاعته. Also sometimes بياخد بعض البروبلمز that cannot be investigated، يعني حاجة نادرة جدا أول مرة تتاخد. كان في حد زمايلنا من بتوع التخدير كان مسجل على دراج لسه بيعملوا عليه clinical trials بره، لا عارف يشتريه ولا يجيبه ولا يستخدمه وحتى يعني مش عارف يعمل فيه ايه، ده لأن السوبرفايزر بتاعه اختار له موضوع عايز يبقى حاجة up to date أحدث حاجة يعني. What costs are involved in the analysis or the study as a whole؟ بعض الناس زمايلنا بتوع العظام بيسجلوا مثلا على المفاصل بأنواع غالية جدا، المفصل بيوصل 30 و40 ألف جنيه لو هيعمل 15 حالة، ده محتاج ميزانية جامعة علشان يخلص الرسالة دي، وبيضطر ان هو يا اما يضرب الحالات يعمل حالة حالتين ثلاثة، فبالتالي ما يبقاش منطقي ان انا اسجل على حاجة الكوست بتاعتها هتبقى عالية جدا، ولازم اعمل دراسة جدوى طبعا قبل ما اعمل الدراسة بتاعتي. الإيثيكال والدكتورة هلال هتكلمنا عنه بالتفصيل، وبروبلم is said to be ethical when it doesn't involve physical or psychological harm or damage to human beings or organizations. والإيثيكس in research ليها أسبكس كتيرة جدا دكتورة هلال هتعرفنا عليه. خلاص انت وصلت للموضوع، خلاص ابدأ اعمل الخطوة الثانية اللي هي الليتريتشر ريفيو. Review of literature دي معناها ان انا هبص على مقيل حول هذا الموضوع بعين ناقضة، يعني بكريتيسيزم looking over other researches have done in relation to the topic to be studied.
الهدف من الريفيو اوف ليتريتشر حاجات كتير. اولا انت بتوسع معلوماتك في الفيلد اللي انت هتبدا تبحث عنه. ثانيا تو انشور اوريجيناليتي اوف يور ريسيرش، تتاكد ان انا ما بقاش شغال في حاجه ودي حصلت معايا انا بيرسونال يعني وفي حد تاني اشتغل فيها، بس كانت المشكله ان التاني ما كانش نشر فنفس البحث تقريبا طلع في فتره واحده وفي ذا سيم تايم بقى ببلشد ان ذا سيم تايم يعني. الحاجه الثالثه it provides you insights on weaknesses and strengths of previous studies. وانا بقرا بعين فحيصه بعرف الناس التانيين ما جاوبوش على ايه او ايه المشاكل اللي قابلتهم فبتجنبها في البحث بتاعي. You can correlate findings and conclusions of past studies with your own work. اما بكتب الدسكشن وهنعرف برضو الكلام دوت مع الدكتور احمد ياسكي، ما اجي اكتب الدسكشنز ازاي بقارن بين نتائجي ونتائج الاخرين، ازاي بنتقد نتائج الاخرين وازاي بنتقد نتائجي انا كمان. It helps you in formulating theoretical and conceptual framework او الhypothesis of your research problem. Sources of literature review تقدر تجيب من على الانترنت وتقدر تجيب من libraries وتقدر تجيب من الconferences. الانترنت هيبقى موضوع مهم قوي معانا مع الدكتور عيسى بدر ان شاء الله، وده هيبقى المحاضرة الجاية. انا كده خلصت وشكرا جزيلا. اتفضل يا دكتور.